اليوم نحكيه ايضا على منتخب من منطق برشا جهويات، يقال انه كذا جابها سامي السعيدي وكذا سامي السعيدي، وحتى عصام التاج كانت عمل تصريح مثير جدا للجدل، قال نجم الرياضي الوطني هذا اللي يلعب ماهوش المنتخب الوطني. شنو رايك في حاجات كما هكا؟ شوف، انا المني جدا تقييم المنتخب بالمنطلق جهوي، هذه حاجه اختياريه ما كانش عندنا في المنتخب وما يزميش من عندنا. انه اليوم نقيموا لاعب كانوا ينتمي للفريق نتاعي راهو لاعب باهي، كانوا ينتمي للفريق الخصم راهم لاعب خايب، ولا المدرب كان جاي من الفريق هذا راهو باهي، ولا كان جاي من الفريق هذا راهو خايب. هذا ريناه الايامات الاخرانيه، وهذا ينظر بخطر كبير. وذاك علاش انا عملت التدوينه نتاعي مش بدفع حتى حد، بالعكس كانت تدوينه دعم للاطار الفني وللمنتخب، خاصه انه مازال يلعب في المسابقات. لازم نحترموا المنتخب ونحترموا الاطار الفني المنتخب، مش معناه ما نقيموش. ولا سامي اللي يحب سامي السعيدي يقول له، يعطيه رايه، ينصح. وانا قلت لك مع كونه اطار فني بغض النظر يكون سامي ولا غير سامي، يلزم اطار فني تونسي ياخو حظه كامل وينجح مع الـ 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 مع المنتخب. اليوم هذه ظروف البلاد، يلزمكم بتاتر كون نسلموا، ولكن ما نخليوش انا المدرب وحده، يلزم نعاونوه ونقفوا معاه. اليوم كلام من النوع هذا ما حبيتوش. عصام يظهر لي اعتذر على بعض اللي قال منه، بتاتر الناس فهمت هو تهجم على الايطوال. ما نتصورش انا عصام بالتجربه نتاعو باش يتهجم على فريق في عراقته واهميه نجم الساحلي في كره اليد التونسيه ولا الترجي الرياضي. هذوما راهو ياثروا في الملاعبيه كل يوم في حياتهم اليوميه في في في, في تمارينهم، معناتها هما عناصر فعلا الانديه اللي هما قاعده تكون في في في, في الملاعبيه، الانديه القاعديه كلها هذيا تكون عائله المنتخب، والناس هذيا كي تعطي رايها راهي تعطي رايها بمنطق، معناتها حب للمنتخب، وما يلزمش الالوان الانديه تظهر في المنتخب. هذه حاجه سرطان انا نعتبره، يلزم يقف ويلزم سامي والمحيطين بالمنتخب والناس الكل تفهم اللي نهارتي نلبس منتخب مريول المنتخب ولا نكون على دكه احتياط المنتخب، راني نمثل تونس كامله ونحب النجاح. معناتها ما فماش مدرب انا اعتقد ما يحبش ينجح ولا يعرف اللي لاعب، معناتها فما تقييمات، فما هو انا راه حاجه وانت ترى حاجه. الاصل في الاشياء كونه نسمع بعضنا، وهنا دور التاطير. بكري قلت لي رئيس الجامعه مش في مع المنتخب، مع الحقيقه معناتها بهت انا بهت، معناتها اليوم رئيس الجامعه هو المسؤول الاول عن المنتخب، لازم يكون في جنب الملاعبيه نتاعو في الحصص التمرينية في كل خطوة يخطوها المنتخب، يلزم رئيس الجامعة يكون معه. هذا دوره وهذا أبسط أبجديات الدور نتاعو، باش كيف تصير حكاية من نوع هذا إسلام وإحنا في وسط بطولة نعرف كيفاش نلموها ونعرف كيفاش نحميو الملاعبية والانتوراج الملاعبية. تنجم تأثر على الجو العام، خاصة أنه يقال أنه سامي السعيدي يعول على ملاعبية الإتوال، توا هو اللي سبقوا تدريبهم في الإتوال قبل. ما يلزمش ندخلوا في التفكير هذا، ما يلزمش حتى اذا كان الوضع فرض عليه باش يتعامل على ملاعبي. هاني قلت لك عطيتك راي في موضوع نتاع بوغان، حبيت مثلا الوليد باشا يلعب اكثر. فهمتني؟ باشا شكون؟ الظهير نتاع الترجي، معناتها هذه خيارات. حازم باشا. هذه خيارات المدرب مسؤول عليها، مش حتى حد يتدخل فيها، ولكن يلزم في الاجواء في المنتخب تقعد اجواء نقيه. ما حتى لو كان نخسره، حتى كيف نخسره كيما توا، يلزم معناتها نعرفوا كيفاش نتعاملوا مع الخساره ونخرجوا مع الخساره. باهي من تجربتك سي كريم، وجود رئيس جامعه مع المنتخب والمدير الفني، حتى المدير الفني علمت انه مش موجود. ماهوش موجود. اي معناتها كيفاش؟ كيفاش معناتها شكون باش يقيم المشاركه هذيا تاع المنتخب؟ شكون باش يقيم؟ لازم يكون موجود مدير فني. بطبيعه الحال، اولا ساعه في بطوله عالم راهو المنتخبات الكل تقريبا بدون استثناء معها المدير الفني نتاعها، وهي فرصه باش يتلاقاو المديرين الفنيين تاع 24 بلاد. فرصه علاقات جديده تبني علاقات، تبني كذا، انت وقتاش عندك في الشبان، في البنات، في كذا، تربط علاقات. مهم جدا المعرفه الشخصيه، راهي مهمه ياسر، مش حكايه ميل. ما تشوفش باللي كونديسيون تاع الكوفيد هي اللي حدد من انه تحول عدد كبير مثلا يكون في الوفود. واحد فما في الوفد
30 على 30 عدد كافي جدا، 30 عدد كافي جدا باش يكون رئيس الجامعه موجود والمدير الفني، هذوما زوز ما فماش كلام معناتها في الستاف مهمين، يكونوا مهمين معناتها فهمت. من خبرتك كريم كمسؤول سابق، شنو هما الحاجات الايجابيه اليوم اللي لازم ناخذوهم في المشاركه هذه، والحاجات السلبيه اللي لازم نبعد عليهم في المستقبل؟ شوف الحاجات الايجابيه، ما انا قلت لك انا اليوم الحاجات السلبيه قاعده تتكرر معناتها اسلام، معناتها نقعدوا مده طويله من عينه منتخب، من عينه مدرب منتخب في شهرين ولا ثلاثه شهر الاخرانيين باش يكون منتخب في ثلاثة شهر، البرمجه ما فماش، التحضيرات مع في دورات دوليه ما موشي بالعدد الكافي، نمشيو نخسروا قاعدين نتراجعوا. معناتها علاش قلت لك التقييم تاع بطوله العالم هذيا راهو ما ينجمش يكون في معزل على المشاركات السابقة. علاش وخرنا؟ علاش وخرنا بالشكل هذا؟ أين نواة المنتخب اللي كوناه في 2013؟ وين؟ وين؟ علاش اليوم كان مصباح ظاني مازال؟ علاش كان مصباح الصاني؟ وين بقية اللاعبين؟ وين؟ فما مشاكل، مشاكل ديما موجوده المشاكل هذه، الملاعبين تقريبا الكل عندهم مشاكل، بنور بنور ما جاش. علاش؟ نس... قال كورونا، يقال انه عنده كوفيد 19 هذا اللي خرجته الجامعه. عمل تيست وكذا و... احنا سالنا عندك على... معلومات عكس هذا؟ احنا سالنا على امين بنور معناتها من اللي بطوله افريقيا اللي فاتت. اللي مشيت في تونس تو عام سالنا عليه في ال... في, ال... في الاشهر اللي فاتت كل هزينا التليفون وقلنا له وينك امين اش عامل وين شنو امورك يتكلموا الاداره الفنيه، انا ما وجهوا الكلام لامين بنور معناتها. معناتها الكوفيد هو روح في اخر ديسمبر، قداش كوفيد؟ كانك عندك معلومات تقول لي ما لاباس عليها من بنور. مش ما عندي معلومات، معناتها هنا نحكي لك فيش فيش قاعد نسمع، مش بالنسبه ليا انا. لاباس عليها من بنور اليوم؟ بالنسبه ليا انا امين بنور كنا نجم كان يحقوا مع المجموعه. ماهوش مع المجموعه، اسال الجامعه علاش؟ ما نعرفش. ما حبش يمشي للمنتخب؟ ما نعرفش. وقع ابعاده؟ ما نعرفش، ما نعرفش. خاطر لمحت الحاجه هكا سي كريم. ما نعرفش، اسالوه هو. اسالوه، اسالوا اللاعب. اسالوا معناتها الجامعة علاش امين مش اذا كان اليوم نفرضوا سيدي عندي كوفيد. جاي لتونس في اخر ديسمبر عنده كوفيد ويعمل تيست كوفيد نبرا منه نلتحقوا بالمنتخب. البرازيل سمعت حطوا ثلاثة لاعبين في البرتغال مع المدرب نتاعهم. قعدوا في النزل ويعملوا في يعني في دي تيست كل 24 ولا 48 ساعة. اون فوا تطلع التيست ريزولتا تاع تيست نيجاتيف يخلطوه مع المنتخب. انا حبيت كونه امين يكون في المنتخب، يعني المجموعه الكل وين النواه تاعها قد منها كان لاعب. عبد الحق يلعب في المنتخب، علاش ما يلعبش في المنتخب؟ اللي هو لاعب زاد ممتاز جدا عبد الحق، وكنا نراو فيه مستقبل نتاع لاعب لاعب معناتها منسق في الـ في الـ في المنتخب. عبد الحق حسب ما قال سامي السعيدي، يعني سالته حتى عبد الحق رفض باش يكون موجود في المنتخب، رفض دعوه المنتخب. يعني ايش معناه؟ علاش؟